متابعة لهذه الأرقام الجديدة معنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. أهلا بك أستاذ مصدق. ربما قبل أقل من شهر كنت تحدثت معنا اليوم عن جرأة طهران في الذهاب إلى هذا التخصيب. ماذا يعني هذا التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وهل فعلا ما نقلته أجهزة ووسائل إعلام إسرائيلية هو حقيقة محسومة؟ نعم شكرا. طبعا ما تقوله الأجهزة الإسرائيلية دائما هي قالت الكثير يعني من هذه الأمور في المرات السابقة. هي أيضا كانت توجه نفس هذه الاتهامات وتدعي نفس هذه المزاعم، ولكن لم يتحقق أي منها. يعني دائما هي كانت تقول بأن إيران ستصل إلى عتبة 90% وستصنع قريبا قنبلة نووية بعد أسبوع أسبوعين بعد سنة بعد أشهر. على أي حال وإيران لم تصنع القنبلة النووية، يعني إذن يعني إسرائيل من مصلحتها يعني أن تشوش على البرنامج النووي الإيراني وأن تشوش على أي تقارب إيراني أمريكي أو أي تقارب إيراني إقليمي. هذا الموقف الإسرائيلي. أحيانا موقف الوكالة الدولية أيضا ينسجم مع هذا الموقف الإسرائيلي أو يكون بناء على معلومات استخبارية إسرائيلية، باعتبار إسرائيلية تقول أو أنها تريد أن تقول بأنها تتزعم الجهد والمساعي الاستخبارية في هذه المنطقة الموجهة ضد إيران، وبالتالي هي ترفع تقارير باستمرار إلى هذه الأوساط ويوجهون اتهامات لإيران. طيب حقيقة هذا في الردود، ولكن الواقع على الأرض أستاذ بور، اليوم اليورانيوم تضاعف بنسبة 23%، عدم الالتزام باتفاق عام 2015 أو الخروقات أو الخروج من هذا الاتفاق هو واقع حاليا. إلى أين تذهب طهران بهذه الطموحات؟ والوكالة الإيرانية للطاقة الذرية تحدثت عن هذه الأنشطة صراحة. أستاذ روير، الحقيقة يعني أولا هناك اتفاقية ومن المفترض الجانبان يلتزم بتعهداتهما في إطار هذه الاتفاقية. يعني هم يطلبون من إيران أن تلتزم بهذه الاتفاقية من طرف واحد وهم غير ملتزمين، وبالتالي حسب هذه الاتفاقية كان مقررا أن يشتروا هذه المواد المخصبة المسحوق المخصب في إيران وحتى الماء الثقيل، لكنهم لم يفعلوا ذلك. وفي نفس الوقت إيران هي أعلنت بأنها مستمرة في برنامجها، يعني استمرار هذا البرنامج هو الذي أدى إلى تكدس هذه الكمية. يعني هذه الكمية تكدست ليست عن قصد من قبل إيران أو عن نوايا أخرى نوايا سيئة، ولكنها أشعرتهم بأنها مستمرة في برنامجها النووي، وهم الذين خرجوا من هذا الاتفاق سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبيين، علما أنهم لم يتعاونوا مطلقا رغم الوعود التي قطعوها على إيران والإسرائيليين وتشويشاتهم. وبالتالي هي هذه المشكلة توجهت يعني نتجت عن هذه الحالة وليست عن قصد من قبل إيران. يعني إذا ما أبرم اتفاق يمكن حل هذه المشكلة. أما موضوع 84%، موضوع أن إيران هذه المعلومات أيضا أو موضوع كشف 60% أو 90%، هذه الأمور أمور طبيعية كما تفضلتم، يعني في وكما جاء في تقرير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. طيب. وكما قلت يعني أريد أن أؤكد أيضا الوكالة الدولية للطاقة البعثة الأمريكية اليوم لدى المنظمة الدولية في فيينا تحدثت عن المواقع السرية في ناتانز وتحدثت أيضا عن عدم سلمية هذا البرنامج. في دقيقتين فقط أستاذ بور، إلى أين يمكن أن تتجه المواقف الأمريكية الأوروبية وماذا عن المواقع السرية وأي ضربة محتملة لها؟ المواقع السرية أساسا طبعا العمل النووي هو عمل سري، يعني سري ليس بمعنى أن هذا العمل عمل عسكري. إيران اليوم هي تفكر يعني بعد التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باستهداف مفاعلات، يعني أعتقد إيران بدأت بإنشاء مفاعلات محصنة تكون بديلة لنطنز، يعني هذا كل ما في الأمر، هذا حسب ما أعتقده. هم بدأوا بإنشاء مفاعلات تحت الأرض ومحصنة جدا وواقية أمام
القنابل الأمريكية والإسرائيلية المحطمة للصخور الجبلية. هذا كل ما في الأمر يعني أنا أعتقد. أما إلى أين تتجه؟ أنا لا أعتقد يعني هناك بديل غير المفاوضات، وهذا ما أكد عليه الأمريكيون مؤخرا يعني على أكثر من لسان أمريكي نحن سمعناهم يؤيدون بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد. ولكن أنا لا أعتقد يعني أننا سوف نخرج بأي اتفاق، لأننا جميع اتفاقياتنا تصور يعني منذ عام 1981 عند أزمة الرهائن الأمريكيين إيران اتفقت معهم وأفرجت عن الرهائن، وهم تعهدوا لإيران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة منذ عهد الشاه، ولحد اليوم لم يفعلوا ذلك، وكانت هناك أيضا اتفاقيات كثيرة. وبالتالي أنا لا أعتقد هناك طائل، هم لا يريدون الاتفاق من إيران، هم يريدون رأس إيران، يريدون أن يفرضوا شروطهم، يريدون اتفاق أن يضمن مصالحهم ومصالح إسرائيل. اليوم إيران تتجه للأمن والاستقرار في هذه المنطقة من خلال تقاربها مع الأشقاء العرب في هذه المنطقة، ولكن نلاحظ إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تسعيان للتشويش على هذه الخطوة الإيرانية، ومن ثم يدعون ويزعمون بأن إيران مع زعزعة الأمن في هذه المنطقة. الكاتب والباحث السياسي مصدق بورك كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في طهران، شكرا جزيلا لك.